كان لقاء اللي تم فيه الاحتفاء بالشخص ديالكم والتجربة ديالكم في إبداع الكتابة المسرحية، فشنو هو الشعور ديالكم بهذه المناسبة اللي تميزات بحضور عدد من الأسماء اللي مهتمة بمجال الكتابة المسرحية؟ تفضل أبس. شعوري لا يمكن إلا أن أختزل في كلمة واحدة هي السعادة. أنا سعيد وما أتحفت بها في هذه الصبيحة في رحاب كلية الآداب بمدينة مكناس، ولا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لكل الأصدقاء الذين تفضلوا بدراسات حول مساري المسرحي، وكانت لهم اجتماعات حقيقية خلال هذه الجلسة أنا سعيد بها. الكتابات ديالك تشكل نوع من الاحتفاء بالتراث وبالدارجة المغربية، فما سر هذا الاهتمام؟ هذا سره أنني مغربي، لا أعتقد بأنك شيء سر آخر، وأنا أؤمن بأن اللغة المغربية التي اصطلحوا على تسميتها بالدارجة أو بالعامية المغربية هي لغة تستطيع أن تعبر عن كل شيء، لا على هذا من التراث الطويل العريض الذي خلفه أهل المنحون كأشعار، فهي يمكن أن تكون لغة كما قال أدبية تعبر عن كل هذه الأشياء، صالحة لأن نعبر بها عن المواقف الدرامية المسرحية إلى آخره، بالإضافة إلى أنها من صلبنا، فنحن عندما نتألم بالعربي بالدارجة، عندما نفرح بالدارجة إلى آخره، فكل هذه الأشياء تجعل من الاشتغال عليها اشتغالا أعتقد طبيعيا. مجموعة من الفرق المسرحية بطبيعة الحال استعانت بكتابات ديالكم وأنتجت أعمال ناجحة، فإلى أي حد تمت الاستفادة من الأعمال ديال السي محمد قوتي؟ وصحيح بأن الاشتغال الجمعيات أو الفرق المسرحية على أعمالي ولا لا تأتى هكذا، فهو لقاء ضروري أن يكون لقاء بيني وبين الفرقة، أن نلتقي في أهداف معينة، أن نلتقي في حساسية مشتركة، ولذا نشتغل جميعا. فجل النصوص التي كتبتها، بل كل النصوص التي كتبتها كانت مهندسة لمجموعة معينة، لفرقة معينة، مهندسة بالأساس لفرقة معينة، هي لا تكتب وتوضع الرفوف وكتسنى جيشي مخرج كذا يأخذها ويدبر على الفرقة ويدلها إلى آخره. أنا عمري عشت التجربة. نعم، يعني كان تيكون نوع من التنسيق مسبق ما بينكم وما بين الفرق المسرحية، لأنك كتكون وشائج، فهمتي، كتكون حساسية بيناتنا مشتركة، يعني مشروع كيولي بيناتنا، كنبنيو مشروع مشترك الأساس، وأنا من الناس اللي كيمرضوا من النص إلى تكتب وتحط على الرفوف. نعم، النص الذي يكتب وتحط على الرفوف كيدي بك لأي تساهلات، كتولي كتسهل مع في التعامل مع الآخرين، نكسكر تفكو عليك لأنه يؤرقك نص مسرحي لا يشخص ولا يمثل ولا يعرض على الجمهور ومؤرق لكاتبه. نعم، كآخر سؤال باش ما نطوش عليك، شنو هي المشاريع أو المواضيع اللي السي محمد قوتي لا زال يبذل جهدا من أجل تسليط الضوء عليها ولم يوفق لحد الآن؟ هو التوفيق من الله كيفما كان الحال، والتوفيق دائما نسبي في كل الحالات. أنا أشتغل الآن، اشتغالي ينكب على الدارجة المغربية، واشتغال يكاد أن يكون معجميا أيضا، هذا هو الموضوع. يعني غادي تشوفوا شي مؤلف قريبا؟ ربما هو العمل مضني وطويل، لأن في بحث دوك ياخذ مني جهدا طويلا. كان عندي الان 4 ديال المجلدات جاهزه، يعني ما يسمى بلوبيس، دوك عندي الاول والثاني والثالث والرابع، 4 جاهزين،
ولكن ما ينتظرني أطول مما أنجز.